صباح الخير يا زعمتي، في التحليل الفني الصباح لشركة وينز بلوك اللي قدموا لكم كلمة جديدة يوم 21 سبتمبر 2023، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. 3 سباق أسعار الذهب وانخفاضات طبعا بعد قرار الفايدة الأمريكي، وعلى الرغم من تثبيت قرار الفايدة ولكن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية لم يستبعد زيادات أخرى في الفايدة خلال الفترات القادمة، وربطها طبعا بمتابعة آخر البيانات وآخر الأخبار، وأكد على قوة سوق العمل الأمريكي على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، بجانب أيضا أكد على قوة ومرونة الاقتصاد الأمريكي والنظام المصرفي. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، ولذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الأداء السلبي على مستوى أغلب المؤشرات، أداء سلبي على الإي إم إيه، تقاطع متوسطات سعر الأسفل، ثبات السعر أسفلهم، أداء سلبي على السار، على اللوستيك، على الفلات ترند، بجانب ثبات السعر أسفل النقطة المحورية عند ال 1934، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات ولكن بشرط كسر ال 1917 وراها ال 1 وراها ال 1885. مرة تانية كسر ال 1917 وراها ال 1901 وراها ال 1885. السيناريو الآخر معاك سحب بكسر ال 1949 وراها ال 71 وآخر نقطة عند ال 82. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.